أهلا وسهلا بالإخوان والأخوات. معنا اليوم كاميرا مراقبة سرية، كاميرا مخفية على شكل شاحن للهاتف. كما تلاحظون هنا عدسة الكاميرا، يصعب على أي شخص أن يتوقع أن هناك شاحن للهاتف وهو في نفس الوقت كاميرا مراقبة صوت وصورة، يمكن لصاحبها أن يشاهدها من أي مكان في العالم من هاتفه. إن كنت مهتم بهذا النوع من كاميرات المراقبة وتريد مشاهدة جودة الصوت والصورة في هذه الكاميرا، ابقى معنا في هذا الفيديو. بدون أسلاك، بدون كيبلات، بدون جهاز تسجيل DVR، فقط تقوم بإدخال الكاميرا في مكان الكهرباء وتقوم بإعدادها مع شبكة الواي فاي الخاصة بك، وها أنت لديك كاميرا سرية يمكنك مشاهدتها صوت وصورة وأيضا الرجوع إلى تسجيلات هذه الكاميرا بها مكان لشريحة الذاكرة الميموري كارد. يمكنك أن ترجع إلى التسجيلات وأيضا ترسل التنبيهات في حالة إن كانت هناك حركة. أيضا إن كنت تخشى أن يقوم شخص ما بنزع هذه الكاميرا من مكانها لكي يقوم بشحن هاتفه مثلا وهو لا يعرف أنها كاميرا سرية، سوف أعطيك حيلة ذكية تضمن أن لن يقوم أي شخص ما بأخذ هذا الشاحن من مكانه ويذهب به مثلا إلى غرفة أخرى أو مكان آخر. سوف أعطيك حيلة ذكية، ابقى معي إلى الأخير. يأتي مع الكاميرا في العلبة الكرتونية قارئ للميموري كارد شريحة الذاكرة. إن أردت مثلا أن تقوم بنسخ التسجيلات في جهاز كمبيوتر، وأيضا هنا كتيب التعليمات الذي يوضح لك كيف تقوم بإعداد الكاميرا مع هاتفك وتربطها بكل سهولة من أجل المشاهدة عن بعد. كما تلاحظ الإخوان، هذه هي جودة الصورة. هنا لدينا 1080p وأيضا لدينا هنا جودة مختلفة لنجرب 4K. تظهر كل تفاصيل الوجه، كاميرا بصراحة جيدة. هنا لدينا بعض الإعدادات، مثلا هنا يمكنني أن أقوم بقلب الصورة من اليمين إلى اليسار، هنا أيضا نقوم بقلب الصورة من فوق إلى تحت، هذه خاصية جيدة. إن كنت مثلا وضعت الشاحن بطريقة مقلوبة يمكنك قلب الصورة من هنا، جميل. تجربة صوت مسموع، صوت جيد جدا يا إخوان. هنا إعدادات التنبيهات كما تلاحظون. هذه الكاميرا من تصنيع شركة بيغاتا، شركة رائدة في مجال كاميرات المراقبة المخفية. بصراحة جربت الكثير من كاميرات المراقبة المخفية، خصوصا هذا النوع الذي هو على شكل شاحن للهاتف، ولم تعجبني الجودة لأن هناك الكثير من الشركات تصنع هذه الأشكال. هذه هي الشركة الوحيدة التي وجدت أن جودة الفيديو والصورة فيها رائعة جدا، لهذا أنصحكم بهذه الكاميرا من شركة بيغاتا. وإن أردتم شراء هذه الكاميرا من الإنترنت، سوف أترك لكم رابط شرائها في أول تعليق، وأيضا كوبون لكي يخفض لكم سعر هذه الكاميرا حصريا لكم من الرابط الذي سوف تجدونه في الأسفل. إذا كيف نقوم بمنع الآخرين من أن يقوموا بنزع هذا الشاحن للهاتف وهم لا يعرفون أنه كاميرا، يأخذونه مثلا لكي يقوموا بشحن هاتفه؟ الفكرة يا إخوان هي أن تقوموا بالبحث عن أي ديكور للمنزل أو المكتب يشتغل بالخمسة فولت، يعني يمكن لشاحن الهاتف أن يقوم بإعطائه التغذية الكهربائية. نقوم بتعليق هذا الديكور أو وضعه في المكتب أو الصالون أو أي مكان نريد، ونقوم بإعطائه التغذية الكهربائية من الشاحن الكهربائي الذي هو في نفس الوقت كاميرا. نقوم بتعليق هذا الديكور في المكان الذي نريد بعيدا عن متناول الأشخاص، في نفس الوقت بجانبه أو تحته يكون الشاحن الكهربائي، وبالتالي سوف يبقى هذا الشاحن الكهربائي مخصص لهذا الديكور، لن يستطيع أي شخص أن يقوم بأخذ الشاحن الكهربائي، وبالتالي سوف تضمن استقرار الشاحن الكهربائي الذي هو الكاميرا الخاصة بنا. أنا فقط أعطيك الفكرة وأنت يمكنك تطويرها وإدخال تحسينات عليها على حسب ما يناسبك أنت وعلى حسب ظروفك الخاصة. يطلق على هذا النوع من كاميرات المراقبة أيضا كاميرات التجسس،
وبهذه المناسبة أريد أن أعطي تنبيه يا إخوان، كاميرات المراقبة المخفية قد صممت وصنعت من أجل تصوير الدلائل بسرية تامة، من أجل كشف الاعتداءات، السرقة، خيانة الأمانة وما إلى ذلك، وليس من أجل التجسس على الناس أو تصوير الناس عراة. هذا الأمر حرام دينيا أولا، وثانيا يعاقب عليه القانون. لهذا أنهي مسؤوليتي عن أي شخص يقوم باستخدام هذا النوع من كاميرات المراقبة بشكل غير قانوني. إذا الإخوان، ما هو رأيكم في هذه الكاميرا؟ اتركوا لي رأيكم في التعليقات. وإن أردتم أن نتكلم أكثر عن هذا النوع من كاميرات المراقبة المخفية، أيضا تفاعلوا معنا في التعليقات، لا تنسونا باللايك وأيضا بالاشتراك إن لم تكن مشترك. إذا الإخوان، كان هذا كل شيء. كان معكم أخوكم منصف غانم. لا لقاء.